الجزائريون وضعوا النفقات على الألبسة والأحذية في الترتيب ما قبل الأخير بنسبة 4.2% بتراجع قدر بنسبة 3.9% سنة 2022 مقارنة بالسنوات الفارطة، ليأتي الإنفاق على الأثاث والأدوات الكهرومنزلية في آخر حسابات الجزائريين بنسبة 1.8%، وبنسبة غير كبيرة قدرت ب 4.6%، هو ما يصرفه المواطنين على أوقات الرفاهية والهوايات. تروحي مثلا لل سنجفري لانتناف، دونك نتكلم على دي ديبونس برودوي ليفر. نفقات الأغذية والمشروبات مثلت النسبة الأكبر من مصاريف الجزائريين، تلتها أعباء السكن بنسبة 29% بارتفاع قدر بنسبة 8.6% سنة 2022. نتيجة تسجيل العديد من الأسر في برنامج إسكان العدل مثلا، لأن هناك برامج سكنية مهمة نتج عنها المرور مباشرة إلى اقتناء لكثير من الأسر لهذه الصيغة من صيغ السكنات. أما مصاريف النقل احتلت المرتبة الثالثة من مجموع نفقات الأسر الجزائرية بنسبة 11.4%، وهذا حسب آخر دراسة قام بها الديوان الوطني للإحصاء حول نفقات الأسر 2022، والتي تفتح باب التحليل والنقاش في مجال اقتصاد المجتمع الجزائري.